سكر ومخدرات وسيارة طائشة وسرعة جنونية. لو مش متابعين السوشيال ميديا يبقى اكيد ما تعرفوش قضية الشيخ زايد، ولو سمعتوا عن مصر 4 طلاب يبقى اكيد برضو لسه ما تعرفوش التفاصيل الكاملة للقضية والكلام الكتير اللي بيتقال انه ابن رجل اعمال شهير ومعاه عربية ب 4 مليون جنيه خبط عربية اكسل موت 4 طلاب. خليكم في الفيديو ده وهتعرفوا كل التفاصيل الكاملة. انا كريم جاد من بوابة اخبار اليوم. الحادثة وقعت فجر يوم الجمعة وراح ضحيتها 4 طلاب بالثانوية العامة والجاني نجل رجل أعمال شهير يمتلك سلسلة محلات كان يقود سيارة فارهة بسرعة جنونية تحت تأثير المخدر. وعقب انتشار الخبر انتفضت صفحات السوشيال ميديا للمطالبة بالقانون الجاني والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. على الفورة أصدرت النيابة العامة مساء الجمعة أول بيان لها توضح فيه ملابسات الحادث والإجراءات القانونية التي اتخذتها. وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة في الشيخ زايد أسفر عن وفاة 4 كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصابتهم، وانصرف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث. كما تضمن البيان أن الشرطة قد عينت موقع التصادم وتوصلت إلى أن سبب وقوع اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة ما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فتولت النيابة العامة التحقيق. في إجرائها القانوني أوضحت النيابة أنها انتقلت لمناظرة جثامين المتوفيين فتبين ما بهم من إصابات وانتقلت إلى موقع الحادث فعينتها وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عينت السيارتين وتبين كل منهما من تلفيات. وسألت النيابة العامة ذوي المتوفيين وشاهدين على الوقعة واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبين تواجده بإحدى المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه، فقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول منه وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفا على مدى تعاطيه مخدرا أو مسكرا أثناء الحادث وعرضه فور إمكانية استجوابه. كان ذلك البيان الأول للنيابة مساء الجمعة يوم وقوع الحادث، واستكملت النيابة تحقيقاتها حول ملابسات الحادث وتنفيذا لقراراتها إرسال عين الدم وبول لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وكتابة تقرير حول النتائج. أصدرت النيابة العامة مساء الأحد بيانها الثاني حول نتائج التحقيقات وأن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق. وأوضحت النيابة أن الاتهامات إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في موت 4 نتيجة إهماله وروعنته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوز السرعة المقررة قانونيا حال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحت تأثير مادة مخدر وأخرى مسكرة وما ارتبط بالواقع من جنح أخرى. وكشفت النيابة أن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهر مخدر ومادة كحول الإيثيليه، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير وجاري استكمال التحقيق.